مساء الخير. في عناوين نشرة الليلة: كم من نسرين روحانة يستلزم قانون العنف ضد المرأة؟ جولة ميدانية لمصلحة حماية المستهلك، فبماذا عادت؟ وأهالي العسكريين المخطوفين يتمسكون بالدولة كمرجعية. نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع بسام أبو زيد وريمي درباس. مساء الخير. على الرغم أن القضيتين غير مترابطتين، فإن ما يجمعهما هو الإهمال والتقصير. نسرين روحانا قتلها الإهمال والتقصير قبل أن يقتلها زوجها، وصباح توفيت مقهورة لأن فنانة بحجم أسطورة هل يجوز أن تموت في غرفة في فندق؟ وأين هي الرعاية التي تضمن الفنانين في حياتهم ولا سيما في شيخوختهم؟ نسرين طوي ملف حياتها ليفتح ملف العنف ضد المرأة الذي لا يتقدم إلى الواجهة إلا عند سقوط ضحية جديدة، وآخر هذه الضحايا نسرين. وصباح طويت حياتها ليفتح ملف حماية الفنانين والفنانات في آخرتهم. هذا الملف يتراجع ليعود فيتقدم كلما سقط فنان، وآخرهم الأسطورة صباح التي سقطت في فندق حيث كانت تمضي آخر أيامها. في سياق آخر، قضية ثالثة لكنها تستمر في غاية الأهمية، وهي ملف سلامة الغذاء. فبعد الصدمات التي أحدثها وزير الصحة وائل أبو فعور، يخشى أن يتراجع الاهتمام به بعد تشكيل لجنة للتنسيق بين الوزارات. فما هو الدور الذي ستقوم به هذه اللجنة؟ وأين أصبح قانون سلامة الغذاء؟ في قضية العسكريين المخطوفين، هددت جبهة النصرة بقتل أحد المخطوفين لديها بعد 24 ساعة على بيانها، ما لم تثبت الحكومة اللبنانية حسن نياتها بحسب البيان بإطلاق جمال حميد.